يتعمد بعض الناس أن يقولوا غير الحق مدعين أنه كذب أبيض. ليس في الشريعة كذب أبيض ولا أحمر ولا بنفسجي ولا موف، مفيش، الكذب كذب. وفيما أخرجه الموطأ مالك في الموطأ: أيكذب المؤمن؟ قال: لا. قال له: أيسرق المؤمن؟ قال: نعم. أهو احتاج رشين ولا حاجة فسرق، ربنا يستر عليه. أيزني المؤمن؟ قال: نعم. أيكذب المؤمن؟ قال: لا. يزموا إيه الكذب؟ يعني الكذب ده ممنوع تماما، لأن هذه الشريعة بنيت على التوثيق. فلو أننا أبحنا الكذب وبقى منه أبيض وأخضر وأحمر وكذا إلى آخره، التوثيق راح. مين اللي قال لنا بقى إنه ده القرآن اللي نزل على محمد؟ هو التوثيق. طب مش ممكن يكون واحد كذب؟ مين اللي قال لنا إن البخاري صح وإنه مسلم صح وإنه كذا؟ هو التوثيق. كل علومنا بنيت على التوثيق. فلما يشيع الكذب مثل الكذابين الذين ينكرون البخاري، وهم بينكروا ليه؟ بيقولوا إذا كنا إحنا بنكذب. أيوة أنت يا كذاب، لكن مش الـ 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 الأمة دي. الأمة دي نزهت نفسها عن الكذب، ولذلك كان التوثيق أساس من أسس نقل الديانة إلى من بعدنا.